السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات. اليوم الشرح ديالنا على خمسة ديال المواقع. هاد المواقع مختصين في تحميل صور فائقة الجودة بدون حقوق الطبع والنشر. بلا ما نطولوا ندخلوا في الشرح. إذن نبدأ الشرح. إذن محرك البحث كما ديما، الموقع الأول اسمه Unsplash. Unsplash search، كليكيو على اللين الاولاني. اذا غيدينا مباشره لهذا الموقع. هذا الموقع Unsplash، واجهه جد انيقه، فيه العديد من المواقع، فيه العديد من الصور. هذه الصور هذو فائقه الجوده، هادشي كامل اللي كتشوفوا بدون حقوق الطبع والنشر، يعني تقدر تستعملهم باي اريحيه. هنايا في هذا المقطع هذا كما كتشوفوا كاين الكاتيجوريز. هنا عندنا وال بابرز، هنا عندنا التصاور ديال 3D، تكستور، عندنا اكسبيريمونتال اركيتكتور. اوكي، نتكيو على اركيتكتور. اذا يدينا مباشره الصور ديال الواجهات، المباني المعماريه، الفن المعماري. كنت كتكتب موضوع على الفن المعماري مثلا، ها الصور. كنت كتعمل شي فيديو في اليوتيوب على المحتوى ديال المباني، ها الصور بدون حقوق طبع ولا نشر. نعملو 3D راندرز. اذا كما كتشوفوا هنايا يعطيك العديد من الصور 3D. اوكي، نمشيو للوال بابرز. اذا كما كتشوفوا الاخوان الصور فائقة الجودة، وال بابرز. اذا كما كتشوفوا الاخوان العديد من الصور، كليكيو على صورة مثلا نكبروها. اذا كما كتشوفوا هاي الصورة، صورة رائعة جدا. هنايا كتكليكي على فري داونلود، كيعطيك لاطاي ديال الصورة اللي خصك، اما 640 على 426، اما ميديوم متوسطة 1920 على 1280، اما كبيرة 2400 على 1600، او لا سايز اوريجينال هي هذه 6000 على 4000، يعني تصويره كبيره بزاف. اذا هذا هو الموقع الاول الاخوان. نجوزو للموقع الثاني. الموقع الثاني هو بيكسل. هذا غني عن التعريف، الاغلبيه الاخوان يكونوا كيعرفوه. بيكسل، اذا الاخوان هذه هي الواجهه الموقع بيكسل. كما الموقع الاول تاهو كيحتوي على العديد من الصور فائقة الجودة. هذا انا شخصيا كنستعملو، كيحتوي حتى على الفيديوز. هما الفيديوز الاخوان تاهما بطبيعة الحال الكل بالمجان، يعني لا الفيديوهات لا الفوتوس، كاملين بالمجان، يعني بدون حقوق طبع ولا حقوق نشر. كنت كتعمل اي محتوى، هذا هو الموقع اللي تقدر دي منه الصور اللي بغيتي. اذا كما كتشوف كليكو على هاد الصورة مثلا، كدينا مباشرة الصورة من الصفحة ديال التحميل. كتكليكي هنايا كيما الموقع الأول، كتك هنايا الحجم ديال الصورة فول HD HD SD، يعني انتينا واللي بغيتي، وكتعمل تيليشارجي وكتحمل الصورة بالمجان. إذا نرجعو هنا الاخوان، كنجيو مثلا توندونس، مثلا تشوفوا الصور اللي عليها توندونس اللي مشوره، والتصور اللي يلا نزلوا في الموقع. كليكيو على نوفو مثلا، كاتينا الصور اللي يلا نزلوا الاخوان. اذا هادو هما الصور اللي يلا نزلوا، ها هما، جوده رائعه. حمل ما تشاء. اذا نجوزو الموقع الثاني. الموقع الثاني الاخوان هو ستوك سناب. ستوك سناب موقع تاهو رائع جدا، في صور فائقة الجودة، في جميع الكاتيجوري اللي بغيتي، جميع انواع الصور اللي بغيتي. يكفي انك تكليكي على كاتيجوريز وكيديك مباشرة الصفحة اللي فيها مجموعة من الكاتيجوريز، مثلا الصور الخاصة بالبيزنس، بالبحر، بالوابابرز، باللاف، فلاورز، طبيعة، بيبل، بنات، جر، صور حزينة، صور يعني مأكولات،
سواء الكمبيوتر. إذن العديد والعديد لائحة جد طويلة، انظر صفحة طويلة جدا، العديد من أنواع الصور كلها بدون حقوق طبع ولا حقوق نشر. إذن هذا الموقع الثالث الإخوان. جزء الموقع الرابع هو برست، وهذا الموقع هذا خاص بشركة شوبيفاي. إذن هو في كليك على مور بيكتشرز، في العديد كذلك من الصور فائقة الجودة. هنا يا كالعادة شريط ديال كاتيجوريز، الأنواع ديال الصور، بغيتي كوفي، بغيتي فيتنس، وومن، فاشن، بغيتي مان، أي حاجة، سمر، بيبي، فود، هانت. كذلك ومثال بالنسبة لهذا الموقع، يعتبر من بين أحسن المواقع لتحميل الصور مجانية. إذا نجوز الإخوان نخليكم توما تكتشفوا هذه المواقع باش ما نطولوش الفيديو. هنا يا كوليكشن، بغيتي مثلا انيمالز، الحيوانات، بغيتي الجمال، بغيتي الاعمال، الحفلات، كل ما تريد ستجده في هذا الموقع. اذا نجوزو الموقع الاستثنائي الاخير، هذا عنده واحد التخصص اللي هو سبيسيال. تخصص هذا الموقع هذا هو صور المأكولات فقط، لن تجد في هذا الموقع سوى صور للمأكولات. مثلا كنت كتفتش على شي صور مجد عملنا في الفيديو ديالك، ولا مجد عملنا شي موضوع خاص بالمأكولات، اذا اليك الموقع الخامس والأخير اللي هو فود يستفيد. هو موقع خاص بصور المأكولات فقط. انظروا إخواني، صور المأكولات، مشروبات ذات جودة يعني فائقة. لما كتشوفوا هادشي كيشاهي، كليكوا مثلا على هذه الصورة، هذه دينا مباشرة الصورة باش نحملوها. وبغيتو كذلك ومثال كليكي على تحميل، غادي يحملكم الصورة مباشرة. اذا انا كعطينا صاحب هاد الصورة هذه، اذا الصورة كما كتشوفوا هي هذه، كتكليكي على فري داونلود فول ريزوليوشن وكتحمل الصورة بكل اريحية بدون حقوق، يعني صورة ما يتبعك ليها حتى شي واحد. العملية تتم الآن، ننتظر قليلا. إذن ويعطيك فين دمل الصورة ديالك، يكفي أن تضغط على سيف وهي الصورة محملة لديك على حاسوبك. إذن إخواني أخواتي، هذوما الفيديو وهذوما المواقع ديال الصور، من احسن المواقع ديال الصور. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى يكون الناس اللي ما كيعرفوش هذه المواقع الان تعرفوا اليوم ويستعملوهم. نتمنى يكون هذا الفيديو فادكم ولو بالقليل. اذا ما تنساوش كما العاده الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس الرمادي باش يوصلوك جديد الفيديوهات ديال القناه. اذا بغيتي مثلا اي شرح اي موقع او اي تطبيق، ما تنساش تكتبوا في التعليقات. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.